الاهلي هو النادي الاعظم والاكبر والاكثر تحقيقا للالقاب هذا للانتصار الموسم. ده ادينا شويه الاحصائيات اللي عندك. في عام 2023 اه في الاحصائيه عندك بتقول حاجه تانية يا كريم؟ نعم لا 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 حاضر دي كانت اخر اوكي نقطه معايا. النادي الاهلي اكتر نادي حقق انتصارات في عام 2023 في العالم. النادي الاهلي حقق 31 انتصار في السنه دي من بدايه السنه، يليه مانشستر سيتي 27 انتصار، يليه مانشستر يونايتد 24 انتصار. ده طبعا يحسب لمارسيل كولر، وطبعا ده يعني بيأكد كمان النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لاعب مباريات السنه دي، يعني لاعب 44 مباراه في عام 2023 من بدايه السنه. الناس بتقعد تتكلم بنأجل الماتشات، ليه النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لاعب ماتشات يا جماعه؟ صحيح. هات الاحصائيه اللي بعدها هتلاقي ان هو اكتر نادي في العالم لاعب ماتشات، اكتر نادي في العالم حقق انتصارات، اكتر نادي في العالم حقق بطولات 4 بطولات. مانشستر سيتي اخذ 3 من بدايه السنه، وعندهم السوبر وعندهم كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي عنده السوبر الافريقي اللي هو هياخدوا كل ده ان شاء الله، والدوري اللي هو الدوري الافريقي لكره القدم، وعندنا برضو كاس السوبر لو اتلعب السنه دي. الكاس اللي هو الحالي. فالمنافسه ما بين النادي الاهلي ومانشستر سيتي السنه دي هتبقى ان شاء الله على اكثر نادي في العالم تتويج في كره القدم بالبطولات، واحتمال في مواجهه ما بينهم في في كاس العالم كاس للانديه. احتمال يعني، واتمنى نبعد يعني.